وهذا خلاف ما قاله أئمتنا. تعجيل الإفطار معناه أيضا تعجيل الصلاة، فقد جاء في سنن الترمذي من حديث مالك ابن أبي عامر قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، وثانيهما يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فقالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يتعجل الرجل أو يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أيضا، فإن ذلك هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب